اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. شو وقت قلتيها بحسرة؟ شو وقت فعلا حسيتي نفسك ضعفتي بعد مو قادرة ما عندك قوة؟ أم إحنا مريت هم نحكي عن الحادث، يعني هو بس هو هذا أنا الحادث؟ إيه أنا هذا أكل بعمري، أكل هواية من الثمانين ولحد هسه. أزمة كورونا ما كانت محنة صعبة؟ كورونا طبعاً، إيه طبعاً. أنا كنت ببلاد المهجر في إحدى الدول لما مريت بهذه المحنة، حقيقة توجعت لحد ما شفت ظهرت على إحدى الشاشات العراقية من البيت بلقاء مباشر، اطمئنينا مشهوبي ما بيها شيء. شكراً. هاي التجربة شنو علمتك؟ أولاً إيمانك بربك لازم، يعني شوف أنا عندي علاقة بالله سبحانه وتعالى جداً حميمة، بحيث أنا يومياً أقعد بالبالكونة الساعة 6 الفجر. 6 الفجر. هو أنا أصحى من كيفي عبالك منبه هنا. أقعد مرات 6 إلا 10 إلا ربع هيك. أقعد بالبالكونة أخلي كرسي وأقعد أسولف. يومياً. بحيث أنا أي شدة تصير بي بس أروح لهذا المكان وأسولف. من كان مصدر القوة؟ أرتاح. من مصدر القوة؟ على مستوى الأصدقاء، على مستوى الأقارب، من كان ينطيك قوة، دافع معنوي؟ والله روحي تنطيني القوة جد حقيقة. يعني أنا هواية شفت أشياء تألم هذه الفترة، هي يعني من انولدت خل أقول صح. أي والله.